بسم الله الرحمن الرحيم. الإصدار التجريبي الثاني من نظام الـ iOS 16.4 نزل وأضافوا فيه أربع مميزات جديدة. فقبل ندخل في تفاصيلها أتمنى أنكم تعطوا لايك لهذا الفيديو وأيضا تشتركون بالقناة. طبعا ممكن فيه بعض المميزات أنا ما ذكرتها في الإصدار التجريبي الأول، فاللي حاب يعرف كل المميزات اللي راح تضيفها أبل في الإصدار التجريبي هذا يشوف الفيديو اللي راح تحصلون رابطه في وصف الفيديو تحت. فأول ميزة أضافوها هي في تطبيق الكتب. فالآن لو جينا دخلنا على تطبيق الكتب، فالآن مثلا في هذا الكتاب رجعوا ميزة اللي هو الصفحة، فالآن يعطيك الانيميشن هذا لما تجي أنت تغير الصفحة. طبعا لو حبيت أنك أنت تغيره مجرد أنك تجي تضغط على صفحة الكتاب وتضغط على الأيقونة اللي تحت، وبعدين تروح للسمات والإعدادات وبعدين تضغط على الأيقونة هذه، فمجرد انك تضغط عليها فتقدر تخليها سحب بحيث انه ما يكون فيه اللي هو الطي هذا، او انك تختار لا شيء وراح انك تقدر انك تغير الصفحات بنفس الطريقة. ايضا من المميزات اللي اضافوها انه الان لو جيت رحت للاعدادات وبعدين جيت دخلت على عام وبعدين دخلت على حول وبعدين دخلت على التغطية، فالان راح يظهر لك تغطية الايفون مثل ما كان بالاول، لكن الان الاجهزة المقترنة بالايفون راح يظهر لك اذا كانت مغطاة لو كان عندك ابل كير بلس او الضمان الممتد لاجهزة ابل. طبعا ما راح يظهر لك الاجهزة المرتبطة بالايفون، فنظهر لي هنا الساعة والايربودز. لو كان عندك ايباد او ماك او غيره فلازم تضغط على ابل سبورت على اساس انك انت تشوفها. ايضا من المميزات اللي اضافوها انه لو جيت دخلت على سيري الان فمختار اللغة العربية للسيري، فأضافوا صوتين للسيري. اللي ملاحظة أنا أنها تكلم الآن بسلاسة أكثر من السابق والأصوات فيها أفضل. من المميزات أيضا اللي أضافوها أنه لو أن رحت إلى السفاري وبعدين نزلت تحت آخر شيء وبعدين متقدم وبعدين الإكسبرمنتال فيتشرز، فأضافوا بعض المميزات وغيروا ترتيبها. طبعا لو انت غيرت الصفحة هذه وما اشتغل معك المتصفح بشكل افضل يعني بالشكل الممتاز، تنزل تحت تختار إعادة تعيين الكل إلى الإعدادات الافتراضية. طبعا لو تلاحظون هنا التنقل سهل بين القوائم، لكن اللي غريب انه أبل ما حلته إلى الآن انه لو جيت دخلت على هنا على صورة حسابك وبعدين دخلت على الآي كلاود فالآن يظهر لك مساحة تخزين بسهولة، لكن لاحظوا الآن أنه في تعليقة كذا لما جي نزل تحت في صفحة الآي كلاود. هذه ما حلوها من بداية نزول آي أو إس 16 أو يمكن في هذا الإصدار أنا توني لاحظها، فملاحظ أن فيها تعليقة أتمنى أنهم يحلونها. فهذه كل المميزات اللي أضافتها أبل في الإصدار التجريبي الثاني من نظام الآي أو إس 16.4 أو يمكن بعض المميزات أنا ما ذكرتها في الفيديو الأول. الإصدار راح ينزل لكل الناس أتوقع خلال شهر ونص أو خلال خمسة أسابيع قادمة. فلو نزل إصدار وأضاف مميزات فبإذن الله راح أتكلم عنه، فتأكدوا أنكم مشتركين بالقناة. يعطيكم العافية ونشوفكم إن شاء الله مع فيديو قادم.